مشاهدي محمد يابري، السلام عليكم في لايف جديد من لايفاتي وعندكم بهم. انا نقوم بهم اليوم في العديد من القطاعات وفي العديد من المجالات. كنتواجدوا الان باحد الاحياء الشعبيه اللي هو حي النصر امام مقهى العاليه اللي متواجده هنا بحي النصر. اذا جينا نتعرفوا شنو هي الوقايه اللي دايرين الزبناء ديالهم، شنو هما طرق الاحترازيه وسبل الوقايه اللي عاملين. فخليكم معنا، حنا غنكتشفوا هذا الشيء كله، خليكم معنا. ده اول حاجه ملي كندخلوا مقهى العاليه كنلقاو هنا تعقيم، حتى حنا غنعرفوا ده كنلقاو التعقيم. كيف ما كتشوفوا كاين التباعد، كيف ما كنشوفوا هنا بين كل طابله وطابله كاين واحد المسافه ديال تقريبا متر، وكل طابله عندها كرسي واحد، يعني شخص واحد اللي ممكن ليه يجلس او لجوج ديال الاشخاص. ده غنمشيو الان ده معنا السيد اللي مكلف بالقهوه اللي غيتكلم لينا على شنو هي الطرق ديال الوقايه اللي دار في القهوه ديالو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حنا الحمد لله خدامين اليوم بادين، كاين لي سباس، كاين المعقمات، هما كلينت تقبلوا بخير ولا خير، كلشي الحمد لله كلشي كاين بخير ولا خير. شنو هي النصيحه يعني الا جا واحد ثلاثه ديال الزبناء واش غتخليهم يقعدوا في طابله وحده او لا؟ لا حنا بالعكس، راه حنا درنا دابا كرسي واخا يكونوا ثلاثه، راه حنا دابا بعضياتهم كلشي يتباعدوا، راه قراب لبعض قراب لبعضياتهم، كلشي قريب ان شاء الله، كلشي قريب. الكرسي حتى الكرسي ما كاينش. اجي نشوفوا الكراسه هنايا كيف ما كنشوفوا، جوج كراسه في طابله. لا واحد خدام، واحد في الكرسي وهذا راه بعيد، راه تيكون متر ونص، متر ونص حتى جوج متر كاع ماشي مشكل. وبين كل طابله وطابله مخليين واحد المسافه ديال ايه ضروري ديال متر، كاين متر ديال كل طابله وطابله كاين متر. تبارك الله عندكم قهوه كبيره، يعني كاينه المسافه. كاينه المسافه الحمد لله لا حظ. مشيو نشوفوا التعقيم. وي هاد التعقيم واش ديال الناس اللي خدامين؟ لا لا كاين هذا ديال الناس اللي خدامين، وهذا ديال الكليان هو اللي ديال اللي على برا، وداكشي اللي كاين. إذا مشاهدينا كيف ما كتشوفوا كاين التعقيم، كاين التباعد، الكراسة بعاد على بعضياتهم. إذا السلام سيدي. عليكم السلام. أنت مو القهوة هنا ياك؟ لا أنا يا كليان ديالو. كليان ديال هذه القهوه واخا. كيف شتي هاد الطرق ديال الوقايه اللي قامت بهم القهوه؟ بصراحه طريقه مزيانه، ومزيانه تكون مسافه الامان ما بين الشخص الاول واللي معاه، وما يكونش واحد التجمع كبير، لان هذا الشيء كيشكل خطر على الناس، الضرر وشحال من حاجه. شفتي انه هنا كاع الطرق ديال الوقايه كاينه؟ اييه طبيعه الحال. كنشوف الطرق، الناس كنشوف الناس كتقهوى، يعني كيجي واحد كيتقهوى هنايا، واحد كيكون كاع الا كان الشخص الاخر اللي حداه كيكون بعيد منه بواحد متر تقريبا، غير ما يكونوش متجمعين. فهمتي كيفاش؟ شكرا لك، الله يحفظك. الله توضيحات. دابا نمشيو نشوفوا. اذا كيف ما كتشوفوا هنا هاد الاسباس راه كاين تباعد كيف ما كتشوفوا. إذا مشيو نسقسيو أحد الزبناء ديال هاد القهوة ليعطينا المعلومات. سلام سيدي. أنت من الزبناء ديال الكافي العالية ياك؟ كي جاك هاد السبل ديال الوقاية اللي دار؟ كما كتشوفوا القهوة التزمت بالمواعيد اللي عطيتوها، كما كتشوفوا الكراسة، أما كاين الفرق بين الناس كما كيفاش كيجلسوا، واحد المسافة منظمة منظمة. دايرين لكم التعقيم؟ ضروري التعقيم، كما كتدخل كتعقم أول حاجة، وكتجي تشوف البلاصة اللي كاين فيها البلاصة خاوية، كتجي تجلس. لقيتها عامرة ما يمكنش تجلس ولا تجلس حتى شي واحد، تيني خصك دير واحد المسافة بين الإنسان اللي جالس والإنسان يدير احتياط ديالو، حيت هادشي صعيب شوية. شكرا. 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 Здесь уже все.
إذا مشاهدينا كيف ما كتشوفوا عن في انتظار أنا سيدي سالم سولو شهوة. سلام سي الحاج. سلام محمد. أنت كليان ديال القهوة هنا يا بارك الله فيك. كي جاك التباعد اللي داروا هاد الحمد لله مزيان الله يطول عمرك الله يخطيكم الله يبارك فيك. دايرين لسباس إيه لا الحمد لله حنا كنجيو من أول مرة كنقلبوا على الاتساع كنبركوها بعيد شوية من الناس باغي التقاع واش غادي ديري الله يبارك فيك. كلمة تبغي تقولها لمالي القهوة اللي داروها؟ الحمد لله هادشي كديرو راه زوين. انسان الحطياتات كلها زينة، انسان التباعد وكل انسان داكشي مزيان لهم هما، هذا هو اللي كاين. الله يخطيكم الله يبارك فيك. شكرا لك. الله يطول عمرك الله يبارك فيك. اذا هاد كانوا هادو هما ابتسامات ديال زبناء كيف ما كتشوفوا. فإذا مشاهدينا كنتم معنا من قلب درب حي النصر كافي العالية اللي شفنا شنو هي طرق ديال الوقاية اللي مستعملة كيف ما كنشوف كاين تباعد واحد متر ونص بين كل طابلة وطابلة. أيضا كاين تعقيم كاع الشروط تقريبا متوفرة. إذا شكرا على المتابعة وإلى اللقاء في لايف جديد بعد قليل.